ملي دازت هذيك الاجواء ديال عزف النشيد الوطني والبروتوكول ديال التسليم الى غير ذلك، ف مع الدخله حسينا بانه الفريق راه كاين موجود، ولكن غتجي واحد الطامه كبرى، واحد الطامه اللي يعني حتى شي حد ما كان كيتسناها. وانا شخصيا فهذيك الساعه عندي واحد 10 سنوات في التلفزيون، و10 سنوات كنت كنعيش الاجواء ديال الديربيات وديال المقابلات الوطنيه، ف يعني شخصيا قلت بانه يعني ضعفت الحظوظ الى واحد المستوى قليل بزاف، واحد 10% ولا اقل، لانه في الدقيقه الثانيه على ما اعتقد كتجي هجمه اللي هي مفاجئه عاديه من فوق يعني المعترك. الحكم ما عرفتوش انا علاش اعلن، ولكن كنتفاجئ بانه مشى لضربه جزاء والجبهه الحمراء جريندو. يمكن يكون انذار وضربه خطا، ولكن باش توصل لضربه جزاء ويتضرر ليك لاعب، وشكون هو هذا اللاعب جريندو اللي هو الاساس وهو اللاعب اللي معولين عليه الرجاويين والجمهور انه بالذكاء ديالو بالبنيه الجسمانيه ديالو بالدور ديالو التجربه ديالو بالدور ديالو انه ينظم الدفاع، فيعني حيد واحد العنصر اساسي. وردت الفعل ديال جريندو، ردت الفعل ديال جريندو بالاخلاق العاليه ديالو بالروح الرياضيه العاليه ديالو، مع ذلك صعاب على رجاويين يخرجوه من الملعب. يعني يمكن نقول لك كما كنقولوا حنا في اللغه ديال الكويريه، ما عرف والو ما فهم والو، بصعوبه باش خرج الاحتجاج ديال الفريق الرجاء البيضاوي، تطرد جريندو، وقلنا بانه المقابله تعطات والتهدات، فقط خصهم يكملوا الدور اللاعبين التونسيين. بعد ذلك يعني احنا كنا كننتظروا بانه المقابله غتكون اتجاه واحد، ولكن الشيء اللي حصل هو العكس، هو ان المقابله في واحد الوقيته بعد الطرد ما تغيرش الجو العام، وراكينا المقابله يمكن يرجع لها يرجعوا لها الجمهور الرياضي. ف ولا واحد نوعا ما التوازن، احنا تفاجئنا باللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، الكره في الارض ما كيضيعها حتى شي واحد، وهنا ولينا لاعبين الى حيدتي الشادلي اللي توا تيلعب وهذه ميزه ديالو برجليه مزيان، ولاو لاعبين التوانسه بحال لاعبين مع كل لاعب منه نسخه او جوج، لانه اللي لعب الكره كيعطيها الاخر، هذاك اللي عطى الكره كيتحول لمكان اخر. فهنا هالطريقه ديال اللاعب صعيبه انك الا ما عندكش قوه باش تمتلك الكره، صعيبه انك تربح فريق كيلعب بهذ الكره، الفريق اللي كيحتكر الكره وكيحرم منها الخصم كتكون صعيب انك تلعب معاه وتفوز عليه بسهوله. هالطريقه مشاو بها فريق الرجاء البيضاوي، فريق الترجي قام محاولات، ولكن فريق الرجاء البيضاوي اعتمد على الحملات المضاده اللي كانت كلها خاطئه، خصوصا بعد محاولات للتحول المستودع ولا رضا رياحي. وتصور معايا لاعب بحال السفري ما غاديش تطيح عليه الكره من رجليه، والنهار هذاك النهار كان واحد النوع تبارك الله ديال الثبات، واحد النوع كيفاش كيحافظوا على الكره الدراري. زكريا عبوب خصك منه 11 ما تخسرش، بعدك ما تخسرش، يعني مع الشباب والحماس لا غرينطا. ولكن انا تنظن بانه العامل المهم اللي حسم في المقابله على الاقل لا ما يخسرش فريق الرجاء البيضاوي، وان اللاعبين ما كتمشيش ليهم الكره، اللي شدها كيعطيها لصاحبه، واللي عطاها لصاحبه كيلقى صاحبه هو اللي خذ الكره انتقلات. هذه هي الطريقه باش فريق الرجاء البيضاوي جرى المقابله مزيان وعرف كيفاش انه يحافظ على النتيجه، وكان ممكن يفوز كما انه كان ممكن يخسر، ولكن كان ممكن يفوز. ولكن احنا كصحفيين وكمغاربه ف هذاك الشيء اللي قدمه فريق الرجاء البيضاوي راه ما كناش كنتوقعوه، ولو انه فريق الرجاء البيضاوي معروف باللعب ديالو بالحنكه ديال اللاعبين ديالو بالتقنيات، ولكن يعني بالنظر كما كيتقال الخصم، في هذاك الخصم وفي الطريقه باش كيلعب والظروف اللي مهيئه ليه والاسماء اللي كانت عنده يكفي نذكروا غير الحارس راه شكري الواعر الى غير ذلك، فهذه كلها عوامل خلات ذاك الارتياح. وملي اعلن الحكم على المقابله كنا على الاقل كنقولوا راه فريق الرجاء البيضاوي يمشي تفادى الهزيمه، ولكن بالعكس راه عطى واحد درس في الكوره ودرس للحكم، لانه الحكم كان يعني كانت مجزره. هذاك الشيء اللي دار الحكم معروف عند الكويريه،
واستسمح للكلمات يقول لك غنجي غادي نهرس الخصم ولكن شغلك هذاك. الحكم دار العمل ديالو ولكن فريق الترجي ما قدرش ينهيه. وانا بصراحه ما كتعرفت يعني التوجه ديالي كنبقى في الكره دائما، ولكن انا اللي كنت عارفه من خير المعسكر ومن خير اللاعبين، فاللاعبين كلهم تشبتوا بانهم يصوموا رمضان ويؤديوا الفريضه ديالهم، وبالعكس فرمضان بالنسبه لجميع لاعبي فريق الرجاء البيضاوي كان حافز انهم يعملوا اكثر وانهم يزيدوا قوه وايمان باش يلعبوا هذيك المقابله. وراه خصك تعرف راه الباترون هو جريندو ما كاينش ربما اللي غادي هذا، ولكن ما تنظن بانه الجميع ديال اللاعبين تشبتوا بهذه الفريضات. وفرق تونسي يعني ما عرفتش عليه، ولكن لا يهم مثل هذه الاشياء بالنظر انك تلعب مع لاعب عنده عزيمه وعنده قوه وعنده ايمان وعنده اراده، فتنظن بانه ستكون اقوى من 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 اي شيء اخر. انا 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 شخصيا كنت مرتاح بالنسبه للاداء اللي قدمه فريق الرجاء البيضاوي. وخص تعرف اخي سمير ملي كتكون كتعلق على مقابله خصوصا ديال فريق مغربي كيمثل الرايه الوطنيه، وهذا الشيء وقع حتى مع الوداد ومع فريق الجيش الملكي بنيجيريا والوداد بغانا، ف كتكون كتحس بذاك الشعور اللي كيحس به اي مغربي، واكثر المحبين الخاصين ديال هذوك الفرق، فكتشعر بانه تمنى انه تكون فاء الخير، وتمنى انه يتسجل في التاريخ انك كنت حاضر لهذيك المعلمه، والا ما كنتم لتكونون هنا والان. وكان ذاك يعني في بعض اللحظات الصعبه ربما مش كتفقد الاحساس، ولكن كيصعب عليك انك يعني تلقى التفكير المناسب في هذاك التوقيت، كتلحظة يعني لحظه انبهار، لحظه دهشه الى غير ذلك. ولكن شخصيا من خرجوا فريق الرجاء البيضاوي بالتعادل بدا كيتقوى عندي الامل، انا كشخص كانسان كاحساس كقلب كمغربي بدا كيتقوى عندي ذاك الاحساس، وكنت متفائل لعده اعتبارات. اولا انا كنت كنعلق على المقابلات كثير في الدار البيضاء ديال مقابله الوداد والاسبوع اللي من بعد الرجاء وما الى ذلك، وكنت كنعرف اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي وكنعرف القيمه ديالهم في ضربات الجزاء، كنعرف بانه كاينين لاعبين اللي يمكن يقوموا المهمه بشكل جيد ولاعبين اللي عندهم تقنيات عاليه. والحارس الشاذلي كنت كان يعني راه الجمهور كان كيعرف بانه هو مزيان في ضربات الجزاء، برغم ان راه كاين حارس دولي كبير اللي هو شكري الوعر، وراك عرفتي ضربة الجزاء الكل كيتذكر السلسلات وضربة الجزاء الأخيرة اللي كان تصدى لها الشاذلي وكانت ما تسجلاتش، وفي هذيك اللحظة بعد ذيك السلسلة كانت ماراطونية وكانت سلسلة صعيبة شوية، فهذاك التتويج كان يعني لحظة اللي الكل كان كينتظرها احنا كمعلقين وكمهنيين، ولكن لن يكون هناك حياد غادي تكون انت فرحان وتكون سعيد بانك تتوج ويبقى ذاك اللقب يبقى يتذكر في التاريخ، ويبقى لقب ملي غادي يذكروه الرجاويين ولا تذكر في الكره الوطنيه فيتذكر بالصوره ديالنا وبالاسم ديالنا وبالتعليق اللي مازال كاين الان اللي كيحتفظوا به المغاربه والجمهور الرجاوي اللي كيبعثوا لي في هذا الشهر كيقول لي زمان واش تذكرتي هذا هاد الايام الخالده. وكاين اللي لحد الان برغم من ما عاشوا فريق الرجاء البيضاوي من ذكريات ربما يمكن نقول عليها اجمل من ذكريات اخرى، لا في البطوله لا في الكاس لا في كاس العالم للانديه، ولكن كتبقى هذيك الذكرى هي ربما من احسن واروع الذكريات اللي عاشها فريق الرجاء البيضاوي.